على الوساطة ما عندناش لا ما عندناش وثيقة نفرضها على الجميع، ما عندنا أي وثيقة. الوثيقة الوحيدة اللي رايحين يعني نقدموها هي وثيقة التي تجمع طموحات الشعب الجزائري الذي يعني بين منذ 6 شهور الآن داخلين تقريبا شهر 7 في الشوارع الجزائرية في القرى وفي المدن إلى غير ذلك، نستمع إلى شعبنا وثم نقدم حوصلة حول ما استمعناه حول ما فهمناه